عمرو بهذا المنتقل بشوف كفوف 2016 لا بد للفتح حوار حقيقي. كيفاش يمكننا نعالجوا هذا الامر؟ مايمكنش نمشيو بهذه القوانين الانتخابيه اللي جعلت من الاشراف ديال هذه الحكومه ورئيس الحكومه اشراف شكلي على الانتخابات. شوفوا فينا هو موطن الداء. احنا كانت عندنا مقترحات، تعالوا لك حنا في المعارضه لنضع ايدينا في ايدي هذه الحكومه، ولكن باش نمشيو لما بعد 2016. اسمحوا لي ما كافيش تكون الكتله الديمقراطيه ولا الكتله التاريخيه، اعتقد اننا هي نعتز كما صرح الاخ مني اننا ابناء الحركه الوطنيه الديمقراطيه التي ناضلت ضد الاستبداد وضد الظلم. ونعتز انه من اجل ذلك تكتلنا في الكتله الديمقراطيه، كانت لها محطات نضاليه وحققت مكتسبات مهمه. ونعتز ان هذه التجربه اوصلت الى خطاب سوريا مارس والى دستور جديد. ولذلك الحديث يا مشي عندما تحدث عن الكتله التاريخيه فلمحاربه الفاشيه اللي كانت في طريقها. نحن بعد دستور 2011 محتاجين لمحاربه من؟ الملكيه مجمعين على ان خطاب سعود مارس شكل دفعه قويه، مجمعين على ان القواعد اللي جات في الدستور قواعد جيده. فأين موطن الخلل؟ أرغن تخبى وراء شعارات؟ أنا أعتقد أنا مع الكتلة كل الديمقراطيين التي يجب أن تفتح حوارا مع رئيس الحكومة باعتباره فاعلا سياسيا أولا والمسؤول على تدبير الشأن العام فيما يجب أن نقوم به حتى لا يتكرر ما حدث في 4/6. أما عند القول أن نتائج 4/6 هي النتائج للنزاهة والتي أوصل هنا لا تستقيم لا كتلة ولا حوار، لأن ما أسس على خاطئ لا يمكن إلا أن يؤدي إلى نتائج خاطئة. لا في الاتحاد الاشتراكي لقوات الشعبيه وطرح حتى السؤال. احنا باغيين ناسسوا دون حرب ودون صراع لمرحله ما بعد 2016، ولكن باش يجب ان نتفق اولا كاحزاب ديمقراطيه منفتحه على كل الديمقراطيين. اللي غادي يحاربوا الفساد المالي، اللي غادي يحاربوا تحكم بوضوح الحكومه مسؤوله، وهذا الموظف في اداره الترابيه في الدستور رئيس الاداره هو رئيس الحكومه. هل رئيس الحكومه سيتحمل وسنكون معه ووراءه مسؤوليته في ضبط موظف الإدارة العمومية لكي نضمن انتخابات نزيهة؟ أما أن نكتفي فقط بالخطى والتجمعات والمحاربة، نحن وأقولها وأتحدث باسم الاتحاد الشرعي منفتحين ابتداء من الغد للمناقشة مع القوى الديمقراطية وللمناقشة مع هذه الحكومة حول ما يجب القيام